السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الحدود من صحيحه تحت باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا، يعني أن اليهود أهل الذمة يأخذون نفس حكم المسلمين في إقامة الحدود عليهم إذا تحكموا إلى المسلمين. حدثني الحكم بن موسى أبو صالح، حدثنا شعيب بن إسحاق، أخبرنا عبيد الله عن نافع وعبيد الله بن عمر العمري مصغر الاسم عبيد الله مكبر الرواية، أما أخوه عبد الله مكبر الاسم فهو مصغر الرواية أي ضعيف في الحديث، أن عبد الله بن عمر أخبره أن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود فقال: ما تجدون في التوراة على من زنا؟ هذا السؤال ليس منه للعمل بما في التوراة في الظاهر، إنما لإلزامهم بما يعتقدون، وإلا فنفس الحكم عندنا هو نفس الحكم عندهم بس لإلزامهم بما يعتقدون. ونحوه في التنزيل قول يوسف عليه السلام لإخوته لما استخرج الصواع من رحل أخيه، قال يوسف: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا: جزاؤه من وجد في رحلي فهو جزاؤه، أي أن الذي وجد الصواع في رحله يؤخذ كعبد عند من سرق منه فهو جزاؤه، أي في شريعتنا كذلك نجزي الظالمين. فألزمهم يوسف بما في شريعتهم، والله الذي دبر له هذا. قال: ما تجدون في التوراة على من زنا؟ قالوا: نسود وجوههما ونحملهما كذا، وفي نسخ بالتخفيف نحملهما على دابة ونخالف بين وجوههما، يعني الوجوه تطلى بالسواد ويركبان ظهرا لظهر ظهرا لظهر على دابة وتطوف بهما الدابة في البلدة، وجوههم سوداء ويطاف بهما. قال: فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين. فجاءوا بها فقرأوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها، فقال له عبد الله بن سلام هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليرفع يده، فرفعها فإذا تحتها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال عبد الله بن عمر: فكنت في من رجمهما، فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه، يقيها من الحجارة بنفسه. قال: وحدثنا زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل يعني ابن علي عن أيوب، وحدثني أبو الطير، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس أن نافعا أخبرهم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم في الزنا يهوديين رجلا وامرأة زنيا، فأتت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما، وساق الحديث بنحوه، انتبه بس الحديث بنحوه لا بأس، لكن عبد الله بن وهب قيل إن في رواية عن مالك بعض الكلام، لكن هو هنا قال: أخبرني رجال منهم أنس بن مالك هذا. وصل اللهم على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.